استاذ الله عمر، يعين. انا شفته في اخر ايامه كان اظن جاله مرض سرطان في العظم اظن، مظبوط ومعلوماتي انك انت خبيتي عنه ان هو مريض بالسرطان. صحيح. متهيألي الموضوع ده كان صعب قوي عليك. ايه من اللي حصل؟ اشد ايام حياتي يعني. عملتي ايه عشان ما تقوليلوش؟ هو يعني الحمد لله ان احنا كنا دخلنا مستشفى قوات مسلحة، فطبعا ممنوع دخول الصحافة، فلما دخل وعمل بقى الفحوصات الشاملة، فوقفت مع الدكاترة وقلت لهم انا مش عايزة حد يعرف، ولا من عيلته يعني، ولا ولادي كانوا يعرفوا، انا بس. والحمد لله يعني ما حدش كان بيجي، واحنا كمان ما كناش بنقول ان هو بيقعد فترة طويلة في المستشفى، لان انا كنت بتعمد انه يشتغل يعني، كنت بساعده انه ينزل يشتغل علشان ما يحسش، وكان ما احبش كان هو يقول اسم المرض، فكان يقول زي الناس بتاعت زمان، فكان دايما يقول لي وانا عندي المرض البطال، اقوم اقول له لا انت عندك امراض شيخوخه هي اللي بتعمل الاوجاع دي كلها، ما انا ضهري بيوجعني، ما انا على طول بقى بروح للدكاتره وضهري بيوجعني. فكنت بعالج العرض وليس المرض، فمعرفش الحمد لله يعني. كل فناني المسرح يقولوا نحب نموت على خشبة المسرح، وأظن الأمنية دي اتحققت للأستاذ اتحققت. عمر الحريري. مظبوط مظبوط. احكي لي اللي حصل. اللي حصل هو كان بيعمل رواية تبع الدولة على مسرح الطفل، وكان هو الراوي ومع الأطفال، كان موضوع لطيف جدا وبسيط جدا وهادي جدا. وبعدين في يوم عرض، هو كانت رجليه بدأت تورم، فما كانش بيقدر يلبس حذاء يعني، فكان عنده زي صابوه كده فلبسه، لأن رجليه كانت ورمة قوي اليوم ده، ونزل كان عنده عرض فنزل هو راح. مصاب بالسرطان. ده يعني طبعا كان بقاله 4 سنين، فنزل راح العرض، وهو بقى على المسرح ما كانتش طبعا زمانها او مدتها طويله، ففضل يقاوم يقاوم لحد ما في الاخر دخل في غيبوبة أصلا. لا هو لا ما دخلش في غيبوبه في اول يوم، وقع بقى ما قدرش يكمل، فطلبنا اسعاف. المهم يعني جت الاسعاف ورحنا على مستشفى الجلاء، وقعد 3 ايام صاحي يعني، تعبان طبعا بس كان في العناية المركزة، بس كان عرفنا يعني. وبعد 3 ايام بقى يعني انا كنت معاه في الأوضة في العناية ومسكت ايده كده، فبيقول لي دي كانت اخر حاجة قالها يعني، فقال لي انا راضي عنك. انت كمان كنت بره جدا، كنت حريصه على اهداء مقتنيات بابا كلها للمركز القومي. ايوه ده ايه صحيح. المقتنيات اللي انت اهديتيها للمركز القومي اللي المصري؟ تبقى طبعا، لان احنا ايام ما هو توفى انا تصدقت بحاجات كتير قوي، فما كانش فاضل يعني ملابس وكده، لاني كنت تصدقت بمعظمها، كان فاضل عندي شويه حاجات بسيطه قوي. هو كان لو تتذكر يعني في اعماله كان يهتم جدا لما يبقى قاعد في مشهد يعني جوه البيت، يبقى لابس الروب والاشارب، ويبقى يعني مش قاعد ببيجامه يعني، ايوه. فهو كان عنده كان وكان عنده كده برضه في الحقيقة؟ هو كان كده، بس الرواب دي كانت بتاعت الشغل، وفي منها حرير وفي منها صوف، وفي يعني حاجات حسب الشخصيه اللي بيأديها، وكان بيحبهم جدا، فدول انا ما احتفظت بيهم. احتفظت بيهم، فدول اهديتهم. وكان عندي اظن بدلتين انا كنت بحبهم قوي، فدول برضو اهديتهم. وبعدين اهديت بقى بطاقه، النضاره، باسبوره، الشنطه اللي كان بيسافر بيها اللي هي الكاري اون، طبعا زمان ما كانتش كاري اون، كانت سامسونايت يعني، كان بيعتز بيها جدا ويقول دي وشها حلو عليا، فدي برضو اهديتها لل